السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن بعض كتب الدكتور فارس السواح اللي قرأته بالفترة الأخيرة. مبدئيا أنا بصراحة يعني قبل ما أبلش أحكي، أنا بصراحة كمان عم بدي أحكي عن هذا الكتاب اللي هو آن دمشق وصايل، وأنا مش عارف أنا عملت له فيديو ولا لا، مش متذكر بصراحة إذا عملت له فيديو ولا لا. فإذا كنت عامل له فيديو قبل فكويس، وإذا ما عملت لهوش فتمام. يعني على كل حال، الكتابين اللي هنحكي عنهم اليوم هم ألغاز الإنجيل وكتاب آن دمشق وصايل اللي لسه حكيت عنه، وكتاب ثالث أنا أمانة ما خلصت منه لحد هسه اللي هو اختراق إخوان الصفاء. المهم خلينا نبلش بالأول بكتاب ألغاز الإنجيل. من فترة قرأت هذا الكتاب اللي هو ألغاز الإنجيل للدكتور فارس السواح، ومات الكتاب أنا ما كنت بصراحة قبل ما أشتري كنت متشجع عليه، لأني حكيت أنا أصلا معلوماتي قوية بالإنجيل، يعني إيش بدي بهذا الكتاب؟ وحتى الاسم بصراحة ما شدنيش، مع إني بحب الدكتور فارس السواح. ولما كمان اطلعت كمان على الفهرس تاع المواضيع اللي بده يحكي عنها، إنجيل ناقص ميلاد يسوع وهاي الشغلات، يعني ما حسيت إنه إشي جذبني فيه، ولكن ما هيك أخذته يعني عشان بصراحة كنت بدي أي إشي أتسلى فيه. المهم لما قرأت الكتاب اتفاجأت بصراحة، لأن بشغلة بالكتاب المعلومات اللي فيه جدا ممتازة أمانة، يعني أنا الكتاب حسيت بنوع من اللي مش قادر أفلته فعليا، في شغلات ونظريات فيه أنا هيك كنت هيك فاتح تمي ومصدوم وأنا بقى فيها. من هاي النظريات مثلا إنه كاتب إنجيل يوحنا هو نفسه التلميذ المحبوب اللي انذكر بالإنجيل. طبعا اللي قرأوا الكتاب المقدس بعرف إنه في شخص اسمه التلميذ المحبوب كان يظل يذكر بالإنجيل هيك شوي على الخفيف. فهاي النظرية أنا لما قرأتها حكيت في وجهة نظر بالكلام فعليا، والأدلة اللي قدمها من الأنجيل لأبو كيفة ومن كلام الآباء ووجهة نظر الشخصية مع شرحه فعليا كانت جدا إش عظيم. وكمان بالكتاب الدكتور فارس السواح بيجيب بعض النظريات اللي بيستعملوها منتقدين الدين المسيحي وبعد عليها، مع أنه شخصيا مش مسيحي تمام، وفي بالكتاب نأخذ المسيحية، ولكن مع هيك كونه باحث خلينا نحكي فحس انه في زي واجبه انه يدافع عن بعض النظريات. من هاي النظريات جاب نظرية اللي تبناها كتاب مثلا شفرد فينشي اللي بتحكي انه المسيح تزوج المجدلية وراح على فرنسا، وهاي النظرية كلها طبعا رد عليها من الانجيل ومن الابوكريفة ومن الشغلات هاي. وبعض نظرية هل كان يسوع يوجد، يعني هل كان في شخص عن جد اسمه يسوع، لأنه في ناس بيشككوا فيه وجوده، بعض رد عليهم وأثبت وجود يسوع المسيح باستعمال كلام كثير ناس، خلينا نحكي شاهدي أعيان أو مؤرخين من هذيك الفترة، ورد على كثير شغلات أمانة قضايا وشغلات حلوة يعني. وبعضه كمان خلينا نحكي النقد تاعه كان فعليا بمحله زي ما بيحكوها، مع اني حافين في شوية ملاحظات عندي عليه، ولكن النقد اللي قدمه على انجيل يوحنا، النقد اللي قدمه على انجيل لوقا، التناقضات اللي عاضها مثلا بحالة الصلب، هاي كل هالشغلات كانت عن جد عظيمة. ونقلوا قصة يسوع المسيح بالإنجيل، مع أنه هنا قالها يعني بشكل مختصر ما نقلها طبعا كاملة، ولكن ما هيك كان إشي مجهود ممتاز جدا. وكيف أنه مثلا إحنا كناس أكاديميين لازم ما نأخذ وجهة نظر اليهود عن يسوع، لأنه اليهود بشكل عام بكره يسوع بيألفوا عليه قصص. المهم طبعا في كثير بصراحة شغلات وأنا عجبتني بالكتاب، حتى لو هيك نفتح الكتاب زي كذا شو بس الصفحات اللي ملون عليها كم صفحة، مش عارف إذا هيك حيبين، يعني في كثير صفحات أنا لونتها يعني من كثرة من الكتاب، يعني كان عاجبني الشغلات اللي فيه، يعني بصراحة كلام يعني مش لاقي أحكي من كثرة ما هو عاجبني. ولكن هيك في كثير مشاكل فيه، من هاي المشاكل إنه كان يعيد كثير بالكتاب، يعني مثلا حكى لك مثلا المسيح عمل موضوع فلاني والدليل على هالموضوع كذا كذا، بروح لك على صفحة بعد 500 صفحة بجيب لك نفس الجملة نفس الكلام نفس السياق نفس كل إشي، بجيب لك يعني بظل عيد. وما يعني أنا كنت أفضل مثلا إنه يحكي مثلا راجع الفصل السابق راجع الفقرة السابقة كان أفضل، بس هو كان يظل يعيد أنا ما تحسست بالملل الكثير وأنا بقى بهالموضوع.
ثانيا كان في شوية مشاكل فيما يخص التواريخ، تواريخ المخطوطات وهي الأشياء، ولكن فعليا ما غلط كثير بس في أغلاط بالموضوع هذا. غاك أنا مش متذكر أن عندي مشاكل معه ثانية، ولكن فعليا أظن أنه في مشاكل ثانية بس هذول اللي ببالي هسا. طيب لو بدي أقيم هذا الكتاب حعطيه 7، وعن جد أنا بنصح فيه أي شخص حابب يدخل أو حابب يقابل الأديان، ولكن الكتاب صعب شوي وبستعمل خلينا نحكي لغة للمتخصصين، يعني هم مجال مختصين أصلا، وأنا طبعا مش متخصص ولكني بقرأ كثير بالمجال. كتاب حلو لو بدي أعطيه أعطيه 7/10، لأنه عن جد كويس وعجبني معي ما كنتش بدي أبل أول. ثاني كتاب اللي هو آم دمشق وإسرائيل بعض الأشخاص السواح، وبرجع وبحكي مش متذكر إذا أنا عملت له فيديو ولا لا، ولكن كمختصر شديد الكتاب من ناحية المعلومات التاريخية ومن ناحية نقد وجود موجود اليهود بفلسطين وهي الأشياء والأدلة الأركولوجية أو الحفرية وهي الأشياء كان كويس. أنا بعترف أنه كان كويس وبحث ممتاز بهذا الشق، ولكن مع هيك الأبحاث قديمة أغلبها، فحاليا طبعا لقوا بعض الأثار والشغلات هاي بتثبت وجود بني إسرائيل بفلسطين. طبعا بهذا الموضوع إذا بدك تراجع كتاب، راجع كتاب تثريب اللي حكيت عنه قبل تاع سلطان الموسى، جاب بعض الأدلة على وجود بني إسرائيل بمنطقة فلسطين. وطبعا برضو الكتاب برضو يعني مع أنه كويس من ناحية التاريخ ومن ناحية إثبات الممالك وكذا، بس برضو يا أخي ما بتحسيتهوش، يعني مش عارف كيف احكي لكم اياها بصراحه. شوفوا على بلاطه زي ما بيحكوها عم الاخر، الكتاب كويس بس المعلومات اللي فيه قديمه كثير، هاي هي مشكلته. وغاك برضو النهايه تعيد الكتاب اللي يعني اخر فصل اللي بحكي فيه كمختصر للنظريه تعيته، انه اصل اليهوديه هو الدين الزرادشتي، وطبعا استشهد بهالموضوع بصفة عزة الكاهن، واستشهد بهالموضوع بموضوع السبي البابلي، وانه عزال كيهن كان عميل مزدوج هون وهناك ونقل منهم الشريعة. طبعا انا شخصيا ضد هذا الكلام كله، ولكن حبيت احكيها. شوف على بلاطة او كمختصر شديد الكتاب هذا كويس برضو لفراس السواح، ولكن مشاكله اكثر من ايجابياته. لو بدي اعطيه تقييم حاعطيه، لاني كمان بحب فراس السواح، حاعطيه حوالي 6. لأنه بصراحة هو بصراحة بيستاهل أقل من 6، بس أنا بحب فاسة وحاطيه 6 وأسلوبه كان كويس، وبصراحة أنا استفدت من بعض الأشياء اللي ذكرها فستة. آخر كتاب قرأته أنا بصراحة ما خلصتوش لحد هسه، أنا لحد هسه عند صفحة 54 لو كتاب إخوان الصفاء، وبصراحة لحد هسه لصفحة 54 الكتاب عاجبني كثير لحد هسه، وإن شاء الله لما أخلصه أعمل له فيديو مستقل. ولكن من هسا انا عجبني كلامه عن اخوان الصفاء، عجبتني الافكار كمان بطرحوها اخوان الصفاء، وبصراحة اول ما بعرف انه في مذهب اسلامي خلينا نحكي بيهتم بالعلوم والفلسفة بالشكل الكبير هذا، وبرضو عندهم شوية كلام انا عجبني ونظريات، يعني هحط لكم شوي منه بالتعليقات عشان تشوفوه اذا بتحبوا. وبس يعني ان شاء الله هيكون هذا الكتاب فيديو منفصل يعني، بس حبيت احكي لكم اني بقرا فيه حاليا، وبصراحه مش ناوي اخلصه هسه لان عندي شويه شغلات فحيطول يمكن الفيديو. على كل حال اتمنى الفيديو يكون عجبك، واذا عجبك حط لي لايك، اذا ما عجبك ديسلايك مش مشكله، وحط لك ان شاء الله اذا ذكرت رابط بالتعليقات او الوصف لمجموعه فيديوهات او الفيديوهات اللي انا بحكي فيها عن كتب الدكتور فراس السواح. يلا سلام، اشوفك ان شاء الله بالفيديو الجاي.